وفي سياق منفصل أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر إيفاد من خلال المشروعات التي يقدمها في مجالات محاربة الفقر وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي. أشار الوزير خلال لقائه مع المدير القطري لبرنامج التعاون للإيفاد مع مصر الدكتور عبد الكريم سما أن الوزارة ستعمل على تذليل كل الإجراءات المطلوبة لإنشاء ونجاح المكتب الإقليمي للصندوق في مصر.